إن كان تنشد عن زعيم الميادين هذا الأسد مقبل وكله سطارة هيبة ملك هذا ورث السلاطين معزي الثاني وهذا اختصارة اللي رجب الفعل والبراهين بهرجته كنا يبشر بشارة واللي فعل تشهد له الهندي والصين وكل الدول محدين يخالف مسارة ما ينحني راس مدامة على الدين وما ينحني راس ملتها النعارة ولي عهد المملكة بين قوسين لدى النظر يما برشا الصدارة شفت التطور بعد كل القوانين رؤية محمد بين عزم وجدارة خلى بلدنا تمتلي بالبساتين من قوة باسة والفكر والإدارة يميرنا هذه بصوت الملايين الشعب كله تحت رانا الإشارة دون الوطن حنا ودون الحرمين نرمي عمايمنا ونقدح شرارة حنا على باقي سقم المعادين اللي عادينا حياته خسارة مير احتزم وابشر بنا يا احمر العين عين العدو تشوف فيها انكسارة نرد في وقت الصاعي صاعين وش العلة ويصدر سمو وقرار الشر وتلقى نصرط المجانين انطوع العاصي لو انه بدارة يا سيدي ما كان رجال الميامين اللي هزمت الشعب شفت انتصارة يا سيدي حنا من اول لذا الحين يموت واحدنا ما جاب اعتذارة شعبك يمين مرجحين الموازين حتى لو ان الوقت عكس استدارة يا معزي الثاني على الراس والعين كنا الشجاعة ما احتكر احتكارة ان كان تنشد عن زعيم الميادين هذا الاسد مقبل وكله سطارة هيبة ملك هذا ورث السلاطين معزي الثاني وهذا اختصار